طيب لو دخلنا في حتة يعني صعبة شوية، طبعا سن المراهقة احنا عارفين ان هو يعني من اصعب الفترات اللي بتعدي على حياة اي ام واب، وسن يعني خطير بشكل معين. فازاي يعني في برضو امهات وابهات كتير قوي بيشتكوا من تطاول المراهقين دول عليهم، وانهم بيردوا بطريقة وحشة عليهم او كده. شايف ان دي برضو مشكلة سلوكيات، ممكن تكون حاجة نفسية بيعدوا بيها في فترة السن ده، ولا شايف دي بتكون ناتجة عن ايه؟ طيب في اجزاء كتير قوي في رد عن السؤال ده حلو قوي. اول حاجه قد يكون من الطفوله، قد يكون من الطفوله ان انا يا بقسو عليه يا بدلله زاده والاتنين شبه بعض بالظبط. مظبوط. طب لو كان من شخصيتك القويه والجريئه تاكدي ان هو هيوصل عنده للتمرد اول ما يوصل مش البلوغ، المراهقه، اول ما يبدا يخش المراهقه، حاجه اسمها المراهقه التسويفيه اللي هو ايه، ام مطلة، طب مش عامل، طب بعدين، الحاجات دي كلها بتبدا تتزايد كنوع من انواع الاسقاط النفسي من الطفوله. يا اما كان بيدلل. طيب لو كان من الشخصيات الخجوله او ما عندهاش ثقه في نفسها قوي، هيبدا حاضر وناعم وطيب. وعلى فكره حاضر وطيب وناعم ده تاكد لو ممكن يقبل التنمر، ممكن يتضرب عادي ما فيش مشكله، ممكن يبدا يقل ثقته بنفسه، وممكن بعد كده يبقى شخص متنمر، ممكن يبقى عرضه جدا للاضطرابات النفسيه. يعني انا لما الاقي الطفل بيوافق على كل حاجه اقلق. اه طبعا، ما انت عندك سهل الطباع، نشيط الطباع، صعب الطباع. سهل الطباع حاضر طيب نعم، ايوه خد بالك ان ده قد ممكن يحصل اي مشاكل، يعني ممكن يروح الجامعات غير مظبوطه، افكار متطرفه، ممكن اي حد يقول له اي حاجه، يقتنع باي حاجه بسهوله من غير بالزبط. ما يكون عنده راي خاص بيه هو. يعني نشيط الطباع بيفكر بس مؤدب كده معايا، بس انا اخده من الطفوله على الحوار اللي ما فيش اذى نفسي ولا بدني، لا في عقاب معنوي، مش هتكلم معاك لمده كذا. فهو بيحترم، مش بيخاف من بابا، بيخاف بيحترم على زعل بابا وماما. طبعاً. طبعاً. اخر حاجه صعب الطباع اللي بتتكلم عليه ده، اللي فيه ممكن يوصل لتطول على حسب الطفوله وعلى حسب كان تعاملي معاه ايه. يعني ممكن دايما انا في زعيق وصريخ، طب ما بعد كده هيوصل لو كان شخصيه جريئه لتطول. مظبوط طبعا. طيب